السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كرواسه اللي تجي زوينه بزاف. عندنا المقادير: جوج معالق سنيده، معلقه الخميره فوريه، 4 معالق زيت وبيضه، فانيا، نص كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء دافي، وعندنا جوج زليف ديال الفورص. غناخذوا بياض البيض والصفر نحتفظوا به باش ندهنوا بيه الكرواسه ان شاء الله ملي نبغيو نطيبوها. نكتفيو حنايا غير بالبيض. ناخذ الانيه غنديروا فيها كاس الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف. غنديروا فيه معلقه ديال الخميره الفوريه، وعندنا السنيده جوج معالق كبار. غادي نحركوها باش تذوب لينا هاد الخميره. عاد نضيف دابا 4 معالق ديال الزيت، ما يعادل 1/4 كاس، ونص كاس ديال الحليب، وعندنا فانيا وحده، نحركهم شويه حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، ونزيد بياض بيضه مع التحريك المستمر. هنايا عندنا جوج زليف ديال الفورص، غنبداو نضيفو الدقيق غير بشويه بشويه، ما نكبوش دفعه واحده. دابا غادي نزيد ثاني الدقيق، نقسمو على 3 مرات ان شاء الله هاد الدقيق. دابا سطح العمل غادي ندلك العجينه مزيان، نرش بالدقيق حتى تكون العجينه مرخوفه تلصق لينا. ندلكوها شويه وعاد نخليوها ترتاح. دابا غادي نحاول نجمعها ونخليها ترتاح تقريبا 20 دقيقة ولا نص ساعة. غنديرها في هذا الإناء وغدا نغطيها بالسلوفان ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. ونرجع نكملو. ها هي البنات، شوفوا العجينه كيف ولات، ها هي طلعات. غدا نرش سطح العمل بالدقيق مزيان وغدا نحربلها، نحربلها طولي باش نقسمها. عجينه مرخوفه ضروري من الدقيق. غناخذ القطاعه باش غادي نقطع، غنقطع 8 ديال القريصات. غندير قريصات متساويين حجم واحد. غادي نلولبهم، غناخد الكرة الثانية، غنلولبهم كلهم ونحطهم، وعاد نرجع للكرة الأولى اللي لولبت هي الأولى باش نورقها.
غادا نكمل ونرجع معاكم. ها هما الكويرات اللي حصلنا عليهم، 8 حجم متساوي. غادا نخليهم وغناخد الاولى. نرشو بالدقيق ونطلقها بالمدلك. ما غاديش نورقها بزاف، غير شويه. تتجي زوينه بزاف البنات هاد الكرواسه، والله العظيم انا بعدا تنديرها تتجي حسن من ديال صحاب الباتيسريات، حسن من ديال الزنقه. ما فيهاش مقادير بزاف، دابا كملنا غنحطها في هاد البلاطو، نحاول نقادها حيت غندير فوق منها الاخرين اللي مازال باقيين عندي. غادي ندهنها بالزبده، زبده مذوبه، ندهنها من الفوق باش نحط فوق منها واحده اخرى. نحاول ندهنها كلها، ناخذ دابا الكره الثانيه، نرش بالدقيق، نورقوها. نديرها في نفس الحجم ديال الاولى باش ملي نحطها فوقها يكونوا قد قد. دابا مزيان ونحطها فوق منها. نحاول نقادها معاها، صافي. دابا غادا ندهنها حتى هي بالزبده من الفوق، وغنستمر البنات على نفس العمليه حتى نكمل الكويرات اللي عندي، الا الكره الاخرى ما غاديش ندهنها من الفوق من الزبده، كلهم غادي ندهنهم الا الاخرى غتبقى هكاك. دابا غادي نسرح الثالثه ونحطها حتى هي فوق منا ونكمل. هذه اخر وحده البنات كيف ما كتشوفوا، غادي نحطها فوق من هادو اللي صيبت اللي سرحت، ولكن ما غندهنهاش. غادي ندخلهم الثلاجة واحد ربع ساعة تتجمد لي الزبدة. ها هي البنات كيف ما شفتوا الزبدة جمدات. دابا غادي نطلقها، غادي نسرحها نرققها مزيان. غادي نسرحها مزيان ترقق ليا، ها هي ورقتها. دابا غنقطع القطعة ديال البيتزا، غادي ندير 16 قطعة، 16 وحدة، 16 كرواسة،
نكونوا متساويين نفس الحجم. ما تتشدش اليد بزاف صراحه، في ساعه يعني اللي خدمتيها في ساعه تكمليها، فاش نخدمها بزاف من غير هذاك في الاول باش كتبداي تورقي في هذوك القريصات. كيف ما كتشوفوا البنات ما ترقوهاش بزاف، ما تخليوهاش غليظه. انا درت شكلها الطريفات كيف ما كتشوفوا، درت هذا القياس نحطها هنا. قبل غادي ندير واحد الشريطات بحال هكا، ندور على الكرواسات كلهم، اللي ما بغاش يديرهم ماشي مشكل. دابا غادي نلويو الكرواسة، ها هي كيفاش كتجي البنات، ساهلة ما فيها حتى شي صعوبة. دابا غنوزع هاد الشكلاط على هادشي اللي باقي عندي. ونكملها ان شاء الله باش ندخلها الفران طيب. كيف ما كتشوفوا انا غنخدم الثانيه، ها هي كيفاش كتجي. سهله هي البنات. دابا غدا ان شاء الله دندنها. هنايا درت صفر ديال البيض ودرت معاه شويه ديال الحليب وواحد نقيطه ديال الخل. دندنها وعاد نزينها. ندهنوها مزيان، نحاولوا ندهنوا حتى الجوانب باش تجينا كلها محمره. كتجي هشيشه والله العظيم. هنا عندي البافو باش نزين، وعندي اللوز كونكاسي اللي كان مصفر نزينو به.
لوز كونكاسي، كاوكاو كونكاسي، لوز إيفيلي اللي ما متوفرش عنده يدير غير الزنجلان، ماشي مشكل. المهم هنا النص غنديرو بالبافو، تيجي زوين. والنص الاخر غادي ندير ليه هاد اللوز كونكاسي، يعني غير اللي متوفر عندك الدار تقضي به. صافي، ما هي دابا وجدتها ما كتشوفوا. انا دابا ندخلها الفران طيب ونرجع معاكم. نتمنى البنات تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. ما تنسونيش بلي لايك والتعاليق، وانا نقطع باش تشوفوا كيفاش من الداخل كتجي مورقه. شكرا لكم البنات، خليتكم على خير.